هاي جايز، ازيكم عاملين ايه؟ والنهارده انا اللي هصور بدل ريماس، وده كتابي. كذاب كذاب كذاب. اوكي احنا دخلنا ماب، انا مش عارفه اسمها كالعاده، فهندوس هارد لان احنا طبعا جامدين جدا في اي حاجه. فهندوس بسم الله. ايه ده ريماس؟ انت فين يا ريماس؟ انا لسه بدخل يا ريماس. انا دخلت، انت فين؟ اهو. يلا بينا. على فكره يا جماعه انا عشان فاكم عندي ان انتم معلقين، يعني انا مش شايفه حد فيكم اصلا. انتوا فين؟ ايه ده البوكس ده؟ دوس على ده، ادوسوا على الزر ده يا جدعان. الزر هو احنا لازم ندوس عليه؟ هو فين؟ طيب البوكس مشوش رؤيتي. فتح الباب. يقول لي ادوس هنا. انا دوست عليه ومفروض يفتح. انا في حاجه واخداها يا عم، انا خايف. يا ناس فتحي، يا ناس خلينا. ايه ده؟ شيلي الصندوق عشان تعرفي تمشي. اوكي هنحط الصندوق هنا وبعديها هنروح نجيب المقص. يما اعوذ بالله من غضب الله. في ايه؟ اهدى يا مالك. في ايه؟ والله انا ما شفتش شكله من الاول اصلا. يما بسم الله، انا اتخضيت. هو انا الوحيده اللي ما شفتش حاجه؟ يب اعوذ بالله. بسم الله. ايش هو؟ في ايه يا جماعه؟ اذا انت لو سمعت اللي انا سمعته يا بنت. انا اخدت حته فزعه جامده، مفيش احلى منها. شوف اصلا من كتر الخضه رحت طالع فين هنا. يلا خلينا نحفر. كتر ما انت غضبتني شفت طلعت فين. هاي هاي. او ماي جاد، المانيكير ده احسن يا روان. روان اخذت الخضه متاخر يا جماعه. حد قال له هاي هاي؟ والبنت انت فين؟ احنا دخلنا نفس المكان. ليه ما استنيتنيش يا روان؟ انجزي بقى، يلا حطي البتاع. اعمل ايه؟ ايه ده؟ هاي جيت. تعالي يا رماس نروح فين؟ هنا يا روان. انت هنا. انا بقى احسن حاجه استنوني. يلا انا باين عندي ان روان كانها بتخبط دماغها. اوكي هنعدي الباركور واحنا طبعا حريفين قوي قوي قوي. اوف كورس بقورت الفيديو اللي فات. انا بس اللي كسبت عشان انا جامد. اخرس رحتنا. مالك على فكره هو الوحيد اللي خسر، احنا كسبنا. اوكي يا جماعه تعالي انت رايحه فين يا روان؟ ايه ده مين انا؟ لا روان رايحه. بص انت رايحه فين؟ يما بسم الله. اخواتي استنوني يا ستي، انت دايما بطيئه. انا كسبت، انا خد راسكم. استنوني. اوكي استنوني، ندوس هنا بقى يا روان. مستناك ايه؟ حد بيفتحي كده؟ ايه ده؟ خلينا ندوس على الزر، مش عارفه ادوس. يما انا مش هفسح. واو طلع طريق من تحت الارض. شوف سبحان الله. ايه ده؟ اوكي اخواتي استنى، محدش عادي من غيري. اوكي ماشي يلا يا ابني. لا يا حيوان انا استناكي. يلا انا ما اعرفكمش. انجزي يلا، خلينا ننجز. روان ماشي بسرعه السلحفاه اقسم بالله. دي اصلا ماشي ليه جايبها؟ تحسي جعفر. نعم دي بقول روان. انت باين في اللعبه انها كيوت، وهي في الحقيقه اساسا جعفر. طبعا يا جماعه ما وقعتش، انا كنت بفكر ان انا اوقع نفسي. كده هو الحظ، اخدت جامب كبير كنت هقع هنا. خلاص خالص انت قطع. روان وقعت يا جماعه لانها ما وقعتش. ما وقعتش. شفت بقى ان انا عدتها اول بتاع. ايه ده؟ ما وقعتش. بس كده يا مان ترى ايه السهم اللي هو حطينا ده؟ ايدي والله انا ما اعرفش. انا بقيت ادوس وقع. يعني انزل وراها يعني ولا اعمل ايه؟ اروح فين؟ اجي منين؟ حطيها. هنا يعني انزل وراها؟ مش راضي خليني نحطها. في حاجات كتيره الذره. خد دي ترب. بعدين نستفاد ايه بقى لما وقعت؟ انت وقعت تحت اظن بتفعل لنا حاجه. المفروض احط هنا. يا لذكاء. اوكي متبقي واحده، اروح اخدها. انا حطيت كله. اجري مالك، ده سريع قوي. انزل. تفهميش بيتحرك ازاي ده؟ ايه ده؟ اعوذ بالله. انا مت ليه؟ فقر. انا مت ليه؟ انا عشان نزلت فين معاهم. الجوهره؟ الجوهره وقعت. طب مش ما انا حطيتهم. انا هعدي. الجوهره فين؟ استنى يا مالك. اوكي الجوهره راحت فين؟ اظن لازم ادوس هنا. ايه ده؟ البتاع وقعت ضاعت. ادوسي على الزرار الاحمر يا حوله. تمام انا رحت في معمل فاستناكوا بقى عشان انا سريع وانتوا ربين. ايه اللعبه الغبيه دي؟ مش عارفه ايه اللعبه الغبيه دي. هو يا اما لعبه غبيه يا اما انا بقى ايه اللعبه دي؟ انا عندي رايت شكلها. انا امشي لقيت الطريق قدامي. انا اسف يا جماعه، مش احنا الاغبياء، هي اللعبه الغبيه. صح كفو. ده مين؟ انتوا اغبياء اصلا. اوكي هو انا عمال احط في كور، الكور مش عايزه تخلص. مش فاهمه يا روان. حاسبي بقى. يلا جبت الطريق الثانيه. انا اروح فين طيب؟ مفيش حاجة، ده انا بس دماس. الراجل وراني وش اللي يقرب ده، المفروض اعمل ايه تاني بقى؟ بص يا بنتي، اظن ان على ما اظن ان احنا لازم نروح، على ما اظن يعني. وادي يا مالك، قول لنا نعمل ايه يا بنتي؟ لازم نروح له.
هيبلعنا ولا ايه؟ هيبلعنا؟ الدور السادس اهو بلعنيش. انا بلعن انا بلعني سبحان الله. ايه ده يا منو؟ انا عرفت الطريق من في ثانيه. انا اصلا ساكن تعالي من ايه ده؟ لا انا ماشي صح، انتوا ماشيين غلط. ماشيين صح يا بنت، والله انا ماشي صح. يا اخواتي انتوا زي ما قلتوها، زي الناس. تعالي تعالي ورايا، تعالي ورايا. ايه ده؟ ممكن اعمل كده؟ ازاي اصلا يا راجل؟ هتنفجر هتنفجر والله هتنفجر. انفجري يما. ايه اللي بيحصل في ايه؟ شفتوني؟ ممكن بالله في مسحه عزبي فسحي. تعالوا تعالوا ورايا ثانيه واحده يا جماعه، فعل لكم الصوت عشان تشوفوا محمد فين. نعمل ايه؟ تعملوا ايه؟ ما ينفعش لكم الصوت عشان تتفزعوا يا اخواتي. هو احنا هنتفجر؟ لا ما اظنش ان احنا نتفجر، لان هو لو فجرنا احنا مش هنعرف نكمل. ايش يما؟ بسم الله. ايه ده؟ شوفوا الحركه، شوفوا البركه. اوكي يا جماعه انا احرف واحده فيهم وعديتها بكل سهوله. اصلا انا عديتها بكل سهوله. شوفوا 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 ازاي، شوفوا ازاي، شوفوا اللعب. ماشي مالك؟ شوفوا اللعب، شوفوا شوفوا النبابه. يلا يا روان. اخر مره اخر. شوفوا ده انتوا الاثنين نوبين. شوف الاختصار. شوف 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 المفروض اروح فين بقى انا بقى؟ ايه ده يا روان يا هبله؟ انا لفيت عكس. شوفوا طب يلا يا روان. طب ايه ده؟ ايه ده؟ تعيدي من الاول يا روان. يا لهوي، تعالي يا حبيبتي امشي هنا. ماشي مشيت كده اهو. ارجعت من انت كنتي وتقف في اخر ماسوره. تعالي يا روان. يا روان امشي ورايا وما تستعجليش وحياتك. فين رماس؟ تعالي من هنا، تعالي براحة وبكل سلاسة. ما عايز اقول لكم ان روان دي بنعملها زي البذرة لانها متخلفة ونوب. ايه؟ بتتكلمي عني؟ يلا تعالي كده يا شاطرة. يلا يا ماما. حاضر يا بقرة. يلا ونعدي كده وبكل سلاسة نحلها. مالك فرد لنا عضلاته مش عارفه. طبعا انا سبقتكم عشان انا اول واحده رماد كانت علقانه فاضطريت ان انا اروح اساعدها. يا رب تخلي على النبابه. لا يا شيخه. طبعا رماد بطلي النبابه شويه، تعلمي ازاي تلعبي. لا يا شيخ. يب اوكي فصحوا كده، خليني اعمل سلي. اوكي خلينا نحل دي كمان. انا دايما من بعدي قبلهم. اوكي ايش هذا؟ بسم الله. يا ماما انتوا فين؟ مالك فين؟ يما لا يا هيجري ورايا، هيجري ورايا، هيجري. ايه يا جماعه انتوا خايفين؟ هيجري ورايا. حلو يا عم، حلو قوي. ابو ودان زي الفيل هيموتني. يما اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. خلاص على فكره، على فكره كنت بقول عليك ان انت جميل قوي، فبليز ارحمني. بسم الله بسم الله. دلوقتي انا فين؟ ايفن هيعرف يعديه بسهوله. ايه علاقه ايفن باللعبه دي؟ ما هي بتخلي يما يا ماما. بسم الله جابني. بسم الله بسم الله. الشاشه شفت اللي انا شفته؟ انا شفت اللي انا شفته. انا موت. ايوه بغير ده. انت سريع قوي، ده اسرع من الشيتا يا بنت. انا لو ماما شافت اللي حصل، انا جيت ابص ورايا لقيته. بسم الله استاهل. انا اتخضيت. عاوز بالله من طب الله. يلا بينا يا ماما. يا ماما بسم الله. اهدي اهدي في حبيبتي. مش اسد بيجري ولا انتوا عارفين ده. مالك؟ اسكت اسكت اسكت. طالعين على السد. بسم الله بسم الله. يا ماما يا ماما. لا مش هبص ورايا، انا مش هبص ورايا، 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 مش هبص ورايا. جابني وانا على السلم. انا شفته. جابني وانا على السلم. الغش ده يا ماوي والله كل ده. اللعبه مرعبه قوي. كل ده عشان قلت عليه وده انا ابو فيل. هي تافهه بس انا اللعبه المتخلفه. اخواتي خلاص خلينا نعرف اركز. على فكره هو حيوان عشان انا قلت بس عليه ابو فيل، قصدي ابو ودان. هو عامل زي الفيل. مالك فاكر الفلافل اللي كان عندك؟ عامل زيه والله. يا لو شفت ايه اللي حصل له كنت بلعب فيه كوره وزعلته. خليته مش عايز يكون دبدوب. اخواتي بقى فلافيلو ده عباره عن دبدوب تافه بس مش اكتر. انتظر روان الجامده. طب انجزي يا جامده. يا ترى انا بعرف اشوف العفريت بتاع الناس. يا مالك حاسب كان هيجيبني. يما شفتي؟ انا شفته. ايه ده؟ انا الاولى يا حيوان. والله مش عايز يعديني. ايه ده؟ انا مش عارفه اعدي. خلي روان مش اللي فيه شمال اوبن. لا انا اظن ان احنا لازم نمسك دي ونحطها هنا عشان نطلع على ما اظن. انا اصلا كنت قاعد بدور على الزر ومش عارفه. يا ابني الصندوق بتاعي يا ابني. كل كان لا مش من هنا. ايه ده؟ لا اظن من هنا عشان انا شايفه ان في حاجه بتدفعي لفوق. اهو والله في حاجه بتدفعي لفوق.
اهو طلعت في حاجه تفعل. ايه ده بقى؟ انت خدت بتاعي ليه يا روان؟ عدوا على الماوس يا جماعه عشان تعرفوا بس ان هم انباب خد. حط فوقيه حط فوقيه. يا بنت حازم انا عديت. اخرج زي يا واد يلا اسمك مالك انت كل يا واد يلا يا اخواتي ده انت نوبس بس يا بنت اسكتي يلا هو الشيشه علقت. ايه ده نجيب دي يا لهوي يا روان كل ما اعمل اللي هي بتبوظ بوظ حاجه تبلوا عليا. انت بتعملي ايه؟ كنا ناقص كرسي واعدي فوق هضطر اصرف بس هي بتزبط بس مش انا حيث امك انا مش ناقص غباء روان. نعم يا حبيبي مالها روان الذكيه العسل. بقى مرت لما رحت سخنه بس عملتها ايزي اوكي. ايه ده؟ يما بسم الله يا ملك يا حيوان غربت لي حاجتي سيبني بقى عشان اعرف اعدي عشان اصلا اعدي بعد سنتين. نوبة اصل انا فعلت اللي فوق ما فعلتهاش عشان نشوف مين النوب فينا. فعلتها كذاب هو انا لازم استنى انا بكره عم... شفت مين النوب فينا؟ انا افتكرت ان انا ممكن ندوس على الحروف. اخواتي انتوا فين؟ احنا عند ربنا. طب واحنا انا فين؟ خلاص شفتكم شفت البنت رماس رماس يا عيل الزر يا حمار. لو قلتي لي بنت تانية هقول لك يا بقره يا بقره. شفتي عدت قبلكي في ثانيه عشان الشاشة عندي معلقه شويه. ايه ده؟ نط على الهواء نط على الهواء. ايه ده؟ ساحر انا. بس انا مت ليه؟ عشان المفروض تفعلي زر بجد؟ لا يا ترى يا هرترى ليه؟ اوه البتاع الزر اللي موجود هناك ده روان انبب واحده فينا. انا فاكراها زينه والله. فاكراها ايه؟ زينة. لا يا شيخة والله انجزي يا روان انت نوبة قوي. على فكرة يا جماعة انا حريفة بس انا عاملة نفسي مش عارفة اللعبة. عارفين أيوة. يا جماعة انا لو كسبت تسموني ايه؟ رماس الجامدة قوي قوي قوي. هتدروا ليش؟ لان الشيشة عندي معلقة نص نص. شوفي الاحتراف عشان اصلا انت نوبة في الجهاز حتى الجهاز مش حبك. بمرت لما رحت ساعدتك ده انا هزلك بيها روان طول العمر. عادي طب انا بساعدك كتير. يا اختي طب يا رماس امتى يعني؟ قولي لي قولي لي مره. انا هقول لك امتى في الاخر. يا لهوي هيجري ورايا وشاشتي معلقه. ايه احسن احسن عمو. هل انت بخير؟ هل انت تحبني؟ يا مراهيه كبيره لا قصدك يا بودان كبيره زي الفيل. يما بسم الله. ايه ده شكله عامل زي جعفر والله. في زر تاني بقى ترى دي مرايه اساسا يا مالك حتى شوف لما بتعدي عليها بيظهر الوش. يا اخواتي في زر مش فاضي يدوس عليه. في ايه هنا؟ في زر. يا ايه المنظر المقرف ده؟ ده منظر الصندوق راح. ثانك يو. ويا جماعه انتوا مش عايزين تشوفوا ده. طب بصوا كل واحد بقى مره واحده مره واحده اوكي؟ هي روان بتخربها عليك؟ ايوه انا بتاعتي ما بتخربش. يا بقره ما بتخربش بتاعي. يا حيوان يا بك كنت بتقرب سوري والنبي يا بطلع سيبوني 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 اطلع اول واحده انا واحده نوبه اتركوني. المرحله دي بقى يا رماس بنعمل ايه؟ رماس طلعت قبلك يا نوبه شاشتي معلقه يا تافهه. ميرسي كوسف جبهه خلاص خلاص انت كوسف جبهه عالي قوي قوي قوي. طبعا انا وقعت نفسي عشان خاطرك يا رموز. انا يا رموز انا شكرا يا روان الجبهه. يا رب وقعتي يا نوبة. انتوا ليه مش قادرين تستوعبوا شاشتي معلقه بقى؟ اعمل ايه يا رماس؟ انتوا بتسالنا انا ثانيه واحده انزل يعني ولا اعمل ايه؟ انتحر عادي. شفتي يا رماس؟ شفتي ونعمل اختي مستنياكي. لا يا شيخ هو الوش ده بيعمل ايه؟ ما بيعملش حاجه هو بس منظر كده. يوبا يوبا والله كنت هقع الحظ محالفني. يوه ايه النوبة الوحشه دي؟ ايزي 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 يا عزيزي. بسم الله بسم الله بسم الله. ايزي بيزي طز فيكي حبيبي. انت قلتي اجمل. ايه ده ايه ده ايه ده رماس ازاي ما وقعتيش؟ يا لهو يا لهو يخرب بيت كده وانا بقول شاشتي علقت ليه؟ مالك شوف مالك انت نوب قوي كده اللي انت واقف مكانك بتعمل ايه؟ مستنيني؟ انا شايف الوش اصلا مرعوبه بتاع الباب. لا لا ما تخافش انا لعبتها مالك مستنيني يا جماعه شفتوا كتابه خلاص والله لعبتها قبل كده اخلص خالص يا لهوي يا على فكره انا كنت مستنيكي عشان حد ماسك عليا زله اسمه روان ادخل
خش يا كلب. استني يا بعمو انت. ميرسي ثانك يو. ان شاء الله تعملي. شفت قد ايه؟ شوف ايه ده؟ وي ايه اللي حصل ده؟ المفروض نتعسل. وي سلم. اخ ده سلم راسي. راسي ايه؟ راسي ايه يا بنتي؟ انت حاسساني انك دخلتي. اشكتي خالص. مالك نور. شوفوا حتى يا جماعه وانا شاشتي معلقه سابقاها من زمان. خلاص وخايفه اخش الدار التاني اصلا. ايه ده؟ طب انا بلبس من الحيطه. انا لبست الحيطه بنطتي الجامده. ما تلمسيهاش بقى حيطه. طب بيلمسني غصب عني. كمان احنا. شوفوا انا عامله زي البعبع والله. فيري اويزي. وتقولي لي ليه بسميها بابا؟ ايه ده؟ شوفوا بابا. ايه اللي جابني عندك؟ انتي نبع. يمكن عشان وقعتي مثلا. المايك مش في رقبتك. انت معلمه. اوكي انا عديت. يلا يا مالك ولا ايه؟ انا مخلص. بس اشمعنى قلتي النوبه؟ اشمعنى قلتي يعني يلا اشمعنى؟ لا استني كده. اشمعنى قلتي يلا يا مالك؟ ما قلتيش يلا يا رورو. يمكن لان هو فاتح البوابه وانتي لا حدش يعدي. استني ايه ده؟ هيا دولاب. هيا يا ريماسي. نعم انا مش بقول لك انت ريماس خدي اعملي لي دي. ولا مالك خدوا عنده هولي عدوها لي عشان انا بس حريفه فمش عارفه اعديها لان مستوى النبابه هنا كتير. راستر نفسك. راستر نفسك ليه ليه عشان توصل للحته الثانيه اللي كنا فيها. شفتوا بقى يا جماعه ان انا قد ايه حريفه بس عشان هم النبابه اللي مسهله. ايه يلا يا كوكي. يلا يا كوكي. ايه ايه هاتي يا ابني. انت ما بتعرفش تلعب على الموبايل. هات خدي خدي يا رموسه على الصوره. خدي راسي عسوسة. عسوسة مين يا عسوسة؟ في عين هكني مين ده؟ ده لابسة ابيض اللي كلها ارنب. يا روان انا بعمل لك البتاع على فكرة. لمي نفسك على فكرة. لمسة هي اللي وحشة مش قادرة تعمل سكين احمر. حيوان المفضل هو لمسة عشان هي حتى ارنب. تقصد وانا انا حيواني المفضل الارنب. يلا يا رماس. ايه يا روان انا بعملها لك وبتقولي لي جدي موت اللي قتلك شنل السلم بتاعك. انا هموت واعرف ايه اللي بيقتلكم. ايه ده يا ده وصلت عشان تعرفوا ان انا حريفه. بابا نوت ثانك يو. طبعا يا جماعه انا اللي عملت كل ده. لا يا اختي لمس. ايه ده يخرب بيتك؟ بتمسكي التليفون عشان بتهنج فيه يا ماما؟ فيه يا حبيبتي؟ معرفش هي علقت حتى عندي. والله ما عارفه العب بجد. والله حتى عندي علقت. طب انت ايه ده اللي انت بتعمليه ده يا مس؟ والله ما اعرف انا وصلتش اصلا. يا لهوي هيجري ورايا. امبي رماس ايه ده؟ عامل لك ايه؟ انا مش عارفه العب. اتصرفي. محدش قال لك تخليني العب. ايدك دي سبحان الله نح. بلعب بثلاث صوابع فيها ايه؟ ايه؟ ثلاث صوابع؟ من امتى احنا بنلعب ثلاث صوابع؟ مالك انا غير. انا فضائيه. ده ايه؟ لازم نفتحهم كله. بصوا يا جماعه اخر واحد في النص هو. ليه يعني؟ ليه؟ مش عارفه بس هي هو بصراحة انا لقيت المفتاح بس انا عايزة افتحهم كلهم. وانا لا يا اختي هو المفتاح الوحيد اللي في الاخر. يلا انا هيجري ورايا. ام بي ام بي ام بي ايش اسوي؟ بيبي يا معفن. عايز تروح الحمام يا مالك في ايه؟ مش راضي يفتح الباب. بسم الله. يا ابني ايه ده؟ في ايه؟ في ايه؟ رايح حاله رايح حاله رايح حاله. يا ايه ده؟ انت بتجري ورايا ليه يا حيوان انت؟ ايه ده؟ يا ملك لا هتروح شباك. معرفش انا همشي والسلام. ماشي والسلام ماشي والسلام. يا مامي يا ماما يا جد بيت ام هنجر. ايه ده؟ يا ولد شو مش عليا على فكره. يا لهوي يا بسم الله بسم الله بسم الله يا رب الحمد لله. يا لهوي شو ده بير ماوس؟ طب مش راضي يفتح الباب ليه؟ يا روان خليتيني امشي وراكي والباب غلط الباب غلط. يا حيوان يا بمناخير. شوفوا شوفوا يا جماعه المره الجايه كله يمشي ورايا واللي مش هيمشي ورايا فيتفلق بقى. انا اتقرفت. ايه ده؟ انت قلت لي امشي ورايا. انا خسر اني مشيت وراكي. بس انا عايز اطمنهم. ايش بسرعه؟ ماشي بسرعه اعمل لك ايه؟ اطير اطير. بسم الله بسم الله بسم الله يا رب يا موتش يا رب. منك لله يا رمس. وانا مال انا معرفش
منك لله يا دي مالك. هعدي هعدي هو اي حد منكم لله كلكم هعدي. اوكي بسم الله خلاص اهو قربت اخلص عشان تعرفوا ان انتوا نوبين. يا لهوي على فكره انا وراك يا بنت. بسم الله بسم الله عشان تعرفي ان انت نوبه لانك بتمشي ورايا. مين قال؟ جبت كده الحالتين نوبه يا روان بجد؟ ام بس يا لهوي ماشي ورايا البقره اللي ماشي ورايا ده ده طول يا بنتي. يلا يا رمز الجدي اهو افتحي الباب الحمد لله ماشي اصلا يا ابني كنت بقول لك ان انا لعبتها قبل كده. بص اي حته تلاقي فيها سهم الايد ما تروحوش بس كده شفت. يلا يا رمز مره ايه يا عم عادي ازاي بقى استني مالك يا مالك مالك عمال يرقصك برازيلي واسمع برقصك ما تروحش الحته اللي فيها باب قلت لك اعزمي. بص هقول لك على المكان هقول لك معلش يا جماعه ثانيه يا رمز لو انت عايز تبصي قدام الشاشه بتاعتي خليهم شويه سوري بس انا بس انا مش يعني انا ندله فمع السلامه باي باي يا بنتي يا روان يا كلبه يا حبيبتي مش معايا في في الجاي. طب انا ايه مالك مطول شكلك بس عادي قولي لي عادي ازاي قولي لي اي باب تعالي يا كلبه كده كده باي باي اخواتي النوبين استني يا تف حاضر كده I love you انجزعي بتبقى ايه لي مية وحاجة طيبة وقال ايه كده يا احول اذا ماشي قدام قدام مش بقى قدام اسكت يا روان يا بنت انجز لا دي حتى دي حتى الجهاز تافه بيتك يا بقرة يا مالك ايه ده يا مالك منك لله يا غبائك يا ابن المحظوظة قدام يخرب بيت ام الغباء اه ياني هو ده هو ده لا مش هو قلت لك امشي قدامك العب شويه من عند الشاشه دي احنا انا بس جيب التليفون ده كده ثواني هعمل لهم حركات هعمل لهم حركات وبركات يلا يا كل انا بجد حركات وبركات مفيش حاجه حد قال لك كده لما يكون عندنا هوي هنا يا مالك هنا كده عارف كده طب بتهز الشاشه ليه انت مدخلني بس كده يا ابني جدع المكان اللي تلاقي فيه باب ما تروحوش كده ما تفهمش كلامي ما تفهمش كلامي سوري يا جماعه تخلوا ادم احمر لو صدقتيني انا سبت نفسي بس ما صدقتش نفسي كده كده ما اجيت كده والله كان نفسي تشوفوا يا جماعه التخلف اللي بشوفه كده مالك رقفوزه كده كده هموت كده اه قول كده قول لا الحمد لله اخيرا يا مالك يلا يا جماعه انا بس نكون عند الباب بتاع النهايه احنا يا جماعه لما يكون عندنا هايبر الضحك بص سخافيخ والله ما استنيكم والله ما تستنينا روان لو جبناكي وعديناكي في بيبسي عايز اشربه هيجدوا هيدوكوا بيبسي عايزين ايوه عشان موت اه احرق عليكم بصوا البيبسي ده انا عارفه اساسا فما تحرقيش لان احنا كلنا عارفين فانت بس هبله بس مش اكتر وفي الاخر بيعمل لي بومبا يا مالك انت عايز تخش الحمام يا ابني مش فاهم ار يو اوكي يو ار سيك بسم الله اوكي يا جماعه طبعا اخواتي الكلاب سبقوني مع ان انا اقسم بالله اللي مقايله لهم الطريق بس هم كلاب ما يتمرش فيهم حاجه تصدقوا الكلاب بيتمر فيهم انت ايه اللي جابك يا واد بصوا يا جماعه الحين اخواتي استنوني انتوا كلاب اقسم بالله يعني انا دلك يا رب تجيب ثواني صوت غريب إيه؟ بسم الله مالك بالك عشان ممكن ياخدنا في اي وقت اه الحمار الحمار هيخضني انت مع اساساني ان هو الحمار لا انا مش عارف بقى الحمار مش جابوه هنا الهاي رغم حسساني ان يا ابني عايز اقول كلماتي بصي يا عم اوكي هو بطاني ليه انا اهو يا ابن الذين يخرب بيتك انتوا حبستوني ليه طلعوني تاني طلعوني تاني وانا عارف السكاكين منين اوكي استنى خد انا جاي لكم اهدوا اوكي ايزي انا احمر يا حمار يا حيوان يا بقره يا سور شوفوا هو اللحبل دوت عامل زي خلاص كده خلص الحس بتاعه يما بسم الله فيك ايه
خد قرعتها قرعتها دي واحده في ودان ولا شبه الفيل دي بتاعت الفيل بيتك كل دي ودان انت هتحس دي على ايه مش فاهمه انا عقبال ما بضرب عليه بيكون هو مش اساسا يا حيوان يا بقره المفروض دي اكس 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 هيل بالظبط مع التور اللي انا معاه ده تور زيك انا موت اللعبه دي نهايتها وحشه مش عاجباني هنموت كلنا هنموت كلنا هنموت كلنا هنموت كلنا انا اقسم بالله انا اقسم بالله ماما شوف اخواتي لو عاملين ازاي ما احنا هنشوف ايه ده؟ انت متخيل كان باقي لي كام؟ كان باقي لي اكتر من ملك بس بشويه يا ملك يا لذيذ يا روان خلي حد يكسب بقى خلي حرفتك يا واد او ماي جاد ملك بص يا حبيبي انت تكسب وتقول لنا في ايه بعد دوت ولو النهايه نطلع بالظبط ايه بقى؟ انا مش ههدى لي برضه لما اموتك مش ههدى لك بقى انت اول لما نقول خلاص هنطلع هتطلعي راسك هتعملي معانا ولا معايا؟ يا لهوي ده نطرني شوفوا يا جماعه خالص يا حرام يا حرام يا حرام يا حرام يا حرام انا حرام يا حرام والنبي يا جماعه ما تنزلوش فيا انا اقسم بالله العلم العلم دي اصل عليك احنا عين ايه يا مالك اللي من كل حته مين اللي يعرف اساسا ان احنا نلعب دلوقتي؟ ايش تقصدي؟ اول حاجه اقول ان انت نقاقه انا نقاقه حسوده مالك بطل اعرف وحياتي ده بيعمل لي هارد ركبت فوق دماغه نط كلب الحقير كدبت ولا قدره نشرب كلها فايدين اصلا عليها ولا يا بنتي مالك انجز بقى خلصي خلينا نعرف ايه اللي بعد بس قولوا ان شاء الله اكسب ان شاء الله تكسب بص اساسا مطلع لي ايه يا جماعه ده عايزنا موت هموت يعني شوفوا الهبله روان وشوف مالك كلب برضه مش انت طبعا انا قصدي على البيبي اللي بمبر الحمد لله انا هفرجكم على اخواتي المتخلفين ماما جاب نخش حارب بقى جابت خيمي صغير وشويه هياكلني انا بس يا ترى يا هرطره هل البيبي ده بيبي ولا بيبي متحول ولا بيبي لا وضوء سبحان الله نظريه بقى اظن هو عايز موت عشان في الاخر يا مو يا كلنا يا مالك في يا مالك سين صار دي بالدون دي بالدون دي بالدون يا عيني مين دي بالدون يا مالك انجز يا مالك اخيرا يا مالك في ايه بقى ايه اللي بعد ده هو ايه بقى ايه بقى ثانيه واحده يا جماعه بس عايزين ايه ده يا مالك ايه النهايه يعني خد صور يا مالك من عندك يعني لا تقولي من هي ليه انا مش كنتش بقول لهم انا شوف يا جدعان الباب اللي كان موجود بقى فتح دي العربيه اللي وصلت يا غبي بدون الوصيله الوحيده اوكي ايه بقى اللي بعديها شوف جالي حاجه جالي مبروك عليك عملت اصعب حاجه وكسبت فيها توف عليك ايه يا جماعه هلت مالك قد ايه محظوظ محظوظ يا بنت ايه يا روان يا روان عشان كده ما فازش من اول مره في ايه كريزي دوم انت اللي كريزي اللي اصلا اللي كتب القصه دي ايه ده هو ده كان لعبه ايه ده ايه النهايه بقى طب لما هو ربك ممكن ندلق عليه ميه عليك الدفع الشخصيه دي مش عارفه ما حدش بتاع حاجه مكتوب سكيري ولا كريزي الله يو اللي عمل الله يو انت بتعمل ايه الله يو تفعلي ايه يما اصلا شكله مرعب ايه ده الجزء الثاني في جزء ثاني اسمعوا في مناخيره